إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا فأما عرصته فالقرآن وأما نوره فالحكمة وأما حصنه فالمعروف وأما أنصاره رسول الله يقول وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا يا ليتنا كنا من شيعتكم واما انصاره انصار الاسلام فانا واهل بيتي وشيعتنا فاحب اهل بيتي وشيعتهم وانصارهم فانه لما اسري بي الى السماء الدنيا فنسبني جبرائيل لاهل السماء نسبني عرفني عليهم وعرفهم علي فانه لما اسري بي الى السماء الدنيا فنسبني جبرائيل لاهل السماء استودع الله حبي وحب اهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكه فهو عندهم وديعه الى يوم القيامه. ثم هبط بي الى اهل الارض فنسبني الى اهل الارض فاستودع الله عز وجل حبي وحب اهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني امتي فمؤمنو امتي يحفظون وديعتي في اهل بيتي الى يوم القيامه يا ليتنا يا ليتنا ان نكون من الصادقين ومن الاوفياء ومن الامناء ومن الحافظين بعقولنا وقلوبنا وحياتنا لهذه الوديعة فمؤمن امتي يحفظون وديعتي في اهل بيتي الى يوم القيامه الا فلو ان الرجل من امتي عبد الله عز وجل عمره ايام الدنيا ثم لقي الله عز وجل مبغضا لاهل بيتي وشيعتي ما فرج الله صدره الا عن النفاق حينما يكشف عن صدره فليس فيه الا النفاق. هذا الحديث بحاجه الى شرح والى تفصيل في القول لكنني ارى الوقت يجري سريعا وقد نبهتكم الى قضيه مهمه من ان مجموعه حلقات تتناول ذكر علي في صلواتنا الواجبه سنعيد بثها ابتداء من يوم غد من اول يوم من ايام العيد خمس حلقات اكرر عليكم ان ادرسوا هذه الحلقات واجعلوها برنامج جهاد لكم تعلموها اولا ثم علموا الاخرين اخاطب ابنائي وبناتي من شباب شيعه الحجه بن الحسن اذا ما تم عرض هذه الحلقات فان قناه القمر ستعيد بث برنامج شهر رمضان اتحدث عن مجموعه حلقات على مائده القمر سيعاد بثها من اولها الى اخرها ولكن بعد عرض الحلقات المختصه بذكر علي في الصلوات الواجبه هذا هو الجهاد الحقيقي وهذه النصيحه الصادقه بعد كل هذا العمل الطويل عبر عقود من الزمان افضل عمل تتقربون به الى الزهراء لماذا الى الزهراء لابد ان ابين لكم هذه الحقيقه ايه حقيقه اذا اردتم ان تعرفوا حبكم لنبيكم وال نبيكم فابحثوا عن حب علي في قلوبكم اذا وجدتم حب علي يتاجج في افئدتكم هذه علامة حبكم لنبيكم وآل نبيكم. وحبنا لنبينا وآل نبينا علامة حبنا لله. إذا البداية من علي والنهاية عند علي. ابحثوا عن حب علي في جوانحكم. في.. جنبات ضمائركم ابحثوا عن هذا الحب واذا وجدتم ان الحب ليس متاججا فابحثوا عن السبب في ذلك وحاولوا ان تؤججوا هذا الحب في عقولكم وفي قلوبكم بقدر ما تستطيعون الالتزام بتعاليم اهل البيت يقربكم من فنائهم ويعينكم على ان يتاجج حبهم في قلوبكم لكن الوسيله الاسمى حب فاطمه حب فاطمه كلما كلما تاكد حب فاطمه في القلوب فكونوا على يقين كونوا على يقين من ان عيون محمد وال محمد تنظر اليكم برضا حتى لو كنتم لا تستحقون ذلك. وسيلتنا وسيلتنا ان نتملق لمحمد وال محمد وان نتقرب منهم وسيلتنا حب فاطمه. القلب الذي يكون مفعما بحب فاطمه عيون إمام زماننا تتوجه إلى ذلك القلب، لأن عيون قائم آل محمد تبحث عن حب فاطمة في أي جهة من جهات هذه الدنيا، كي تكون تلك الجهة تحت رعايته وتحت نظره، لأنها جهة شريفة طاهرة نظيفة مزينه بحب الطاهره الاكبر انها فاطمه انها ام الحسن حب فاطمه يجعلنا قريبين من افنيتهم يجعلنا متواجدين في اوديتهم يسهل علينا السير في جوادهم وطرقاتهم ودروبهم يؤجج حب علي في قلوبنا حب فاطمه هو الذي يؤجج حب علي في قلوبنا وحب علي العلامه الحقيقيه الكامله التي تدل على اننا نحب محمدا وال محمد لان محمدا وال محمد يرون حبهم اين يرون حبهم في حب علي حب محمد وال محمد يتجلى في حب علي رسول الله كل حياته في كل صغيره وكبيره يوجه القلوب والعقول الى علي فاذا اردتم ان تختبروا ايمانكم ان تختبروا دينكم ان تختبروا املكم في شفاعتهم وفي القرب منهم فابحثوا عن حب علي في جنبات حياتكم في مكنون ضمائركم وإذا ما وجدتم حبه فترحموا على امهاتكم لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن تذكروا امواتكم في هذه الليله هذه ليله عيد تذكروهم في اجواء عليا لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن نذهب إلى فاصل